تصوير الفيديو لم يعد فقط بمقدور اللي بيمتلك معدات احترافية. الآن بتتنافس شركات الهواتف المحمولة على إنتاج هواتف جديدة بأعلى تقنيات تصوير ممكنة، سواء تصوير صور ثابتة فوتوغراف أو تصوير فيديو، وبيسعوا لتجديد وتطوير إعدادات الهاتف ومواصفاته وتحسين طبقات الألوان وحساسية الضوء وتسجيل الصوت والتصوير الليلي. حساس الضوء في الهاتف ضعيف، ولذلك تجنب الأماكن المعتمة وحاول دائماً صور بمناطق مضاءة سواء طبيعياً أو اصطناعياً. لتجنب الاهتزاز استخدم ستابلايزر أو استخدم ترايبودز، أو ممكن بحركة بسيطة وهي بضم الكوعين للجسم وإنت بتصور بالهاتف. لتسجيل الصوت استخدم نيك مايك أو جهاز منفصل، ولا تتجنب الهواء، أفضل حل هو أنه تصور داخلي. صور بالعرض horizontal، ما تصور أبداً بالطول، ولا تحاول تقترب من اللقطات الاحترافية. اتبع قاعدة الثلث، وهي وضع الجسم إما على يمين أو على يسار اللقطة، ونوع باللقطات، شوي عريض شوي واسع شوي ضيق، وايد اكستريم وايد ميديوم كلوز اب. أكثر الإعدادات المستخدمة في تصوير الفيديو من خلال الهاتف هي التصوير من خلال 24 أو 30 إطار في الثانية فريم بير سكند، وبيعطيك فيديو جودته عالية. ولكن إذا أردت جودة أعلى وبنفس الوقت تصوير سلو موشن، حالياً الهواتف بتصور 120 إطار في الثانية، 240 وأكثر بكثير. الهواتف الحديثة وصلت بتقنيتها العالية للتصوير ب 4K، يعني جودة مرتفعة جداً، ولكن المشكلة بالمساحة، حجم الملفات ضخم جداً وصعب إنك تحفظ جميع الملفات على الهاتف. أغلبية المشاهدين من خلال الهاتف ما بيتفرجوا على الفيديو 4K بسبب صعوبة التحميل، ولكن بإمكانك إنك تستخدم 4K للحفاظ على الجودة خلال المونتاج إذا عملت زوم إن أو كروب. بعد التصوير الفيديو بيحتاج لعدة إضافات مثل موسيقى، مؤثرات صوتية، تلوين المشاهد وغيرها. أفضل 5 تطبيقات اخترت لكم إياها ومجانية ينصح بها لمعالجة الفيديو هي التالي: أهمية المهرجانات تكمن بتكوين علاقات بمبدعين من ذات المجال ومن مختلف العالم، وكذلك فرص ممكن تفتح لك الأبواب للتعامل مع شركات إنتاج مختلفة بعد عرض فيلمك أمام العشرات وأحياناً المئات من المهتمين. وبعض المهرجانات في حال رفضت فيلمك تذكر لك سبب الرفض، وهذا لوحده درس وتدريب لتحسين مستواك. أهم المهرجانات المختصة في الأفلام اللي بتم تصويرها من خلال هاتف هي التالي: